السلام عليكم طلاب الصف السابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. تحدثنا آخر مرة عن مفهوم السرعة القياسية، كيف كيفية حسابها من قانون السرعة المسافي على الزمن. حكينا هي كمية، ليش بنسميها قياسية؟ لأنه فقط بنحدد فيها المقدار، وهناك سرعة متجهة اللي بنحدد فيها المقدار والاتجاه. طبعا بالسرعة المتجهة بيصير عندنا القانون هي الإزاحة على الزمن. الآن في عنا حل أسئلة الدرس صفحة 129، ونبدأ بالسؤال الأول. يمثل، أحرر لي الرسم البياني، يمثل الشكل المجاور حركة أحمد في 10 ثواني، أجد ما يأتي. طبعا من الرسم البياني عندنا السيني عبارة عن الزمن بالثانية، والصادي الموقع أو المسافة بالمتر. لاحظ إنه كيف عم يتحرك من بزمن من 0 إلى 10. من الزمن من 0 إلى 5 كان خط مستقيم إلى الأعلى، لكن لاحظ من 5 إلى 10 بقي في نفس المقدار، لم يتغير المسافة. الآن قم بإجابة الأسئلة المتعلقة بالسؤال. الفرع الأول، مقدار الإزاحة التي قطعها أحمد بعد 4 ثوان من بداية الحركة. نيجي عند الأربعة، برفع خط بشوف كم مقدار الإزاحة. إذا الإزاحة بدها تساوي 16 متر. متى توقف أحمد عن الحركة؟ توقف أحمد عن الحركة لما بدأ أن الخط عند المسافة بقيت ثابتة، اللي هو توقف أحمد عن الحركة بعد 5 ثوان. هل حركة أحمد في 5 ثواني من بداية الحركة منتظمة؟ لاحظ من بداية الحركة من الزمن 0 لغاية ال5 ثواني كيف الخط مستقيم، إذا فهي حركة منتظمة. نعم. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. مستعينا بالشكل المجاور الذي يبين منحنى ويمثل منحنى الموقع مع الزمن لجسمين عندنا 1 و2 يتحركان في الاتجاه نفسه، أي جسمين أسرع؟ وضح إجابتك. عشان أحدد مين الجسمين الأسرع راح آخذ مسافة زمن معين وأشوف كم المسافة اللي قطعها الجسم الأول والجسم الثاني، وبناء عليه بحدد مين الأسرع. خلينا ناخذ عند الزمن 6 ثواني. لاحظ عند 6 ثواني الجسم واحد قطع مسافة 15 متر، أما بنفس الزمن اللي هو 6 ثواني قطع الجسم الثاني مسافة 30 متر، إذا رح يكون الأسرع هو اللي قطع المسافة أكثر في نفس الزمن. إذا الجسم الثاني هو الأسرع لأنه قطع مسافة 30 متر خلال الثواني 6 الأولى، أما جسم واحد فقطع مسافة 15 متر. السؤال الثالث، أقارن بين المسافة والإزاحة. المسافة هي طول المسار الذي تحركه الجسم، وهي كمية قياسية. أما الإزاحة فهي أقصر مسار بين نقطة البداية والنهاية، وهي كمية متجهة. ننتقل الآن لتطبيق الرياضيات الموجود صفحة 129. يبين الشكل مسارات لجسمين عندنا ألف وباء. هي ألف وباء، بدأ كل منهما الحركة من النقطة سين وانتهى عند النقطة صاد. بدنا نحسب لكل جسم المسافة الكلية والإزاحة. نبدأ بألف. المسافة الكلية اللي هو المقدار المسار الكلي اللي قطعه الجسم من خلال طريقه من سين إلى صاد، راح تكون المسافة 400 زائد 400 زائد 400 وتساوي 1200 متر. أما الإزاحة فهي أقصر طريق ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هي من سين إلى صاد، راح يكون خط مستقيم مباشرة. هذا الخط هو عبارة عن 100 متر، ولازم نحدد بالإزاحة الاتجاه، اتجاهه راح يكون نحو الجنوب. إذا هاي ألف، المسافة 400 زائد 400 زائد 400 1200 متر، والإزاحة 400 متر نحو الجنوب. نرجع الآن للشكل عشان نحدد لباء. باء المسافة رح يكون مقدار المسار الكلي أو طول المسار الكلي من سين إلى صاد عبارة عن 400 زائد 300 اللي هي 700 متر، لكن الإزاحة اللي هي الفرق ما بين المسار من نقطة البداية لنقطة النهاية مباشرة، ممكن بخط من سين إلى صاد بخط مستقيم، رح يكون الإزاحة بهاي الحالة اللي هي المسافة بين سين وصاد 100 اللي هو 100 متر. ولاحظ انه باي اتجاه بالازاحه خلال مساره من سين الى صاد اتجاهه نحو الشرق من سين الى صاد. اذا نكتب المسافه 400 زائد 300 700 متر، والازاحه هي
100 متر نحو الغرب وليس الشرق. خلينا نعدلها نص. إذا نطلع نعيد كمان مرة، هي المسافة من سين إلى صاد بهاي الاتجاه، نعم هي مسافة نحو 100 متر نحو الغرب ليس الشرق، لأنه هي بدها تكون من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. خلينا إذا نعدلها نحو الغرب. تمام. تمام، إذا هيك نكون أنهينا حل أسئلة الدرس مع تطبيق الرياضيات. ننقل الإجابات على الدفتر لأنه لا يوجد مجال على الكتاب. يعطيكم العافية.